هم اللي فيهم اسئله صعبه، الباقي عادي. فيحط مسافه مثلا ضيقه، مسافه واسعه، علشان يختبر مدى امكانيات الحصان العضليه انه يقدر يكبر خطوته لو محتاج يطول، ولو المسافه واسعه عليه، او ياثر عضلاته علشان ياثر خطوته لو المسافه ضيقه عليه، زي ما حصل في الثنائي كده. الحصان ما قصرش، ما صغرش خطوته، فبالتالي وقع الماء. سليم جعفر بيطبطب على حصانه. تمن نقاط جزاء. شايفين الملعب، الملعب ده بيبقى بالنسبة لمصمم المباراة فكرة بشكل الملعب، تفرق معاه جدا شكله ايه وهيحط السدود ازاي، ولازم تبقى السدود متوزعة في الارض كلها، ويحط الافكار الاسئلة اللي هيحطها. فبيحتاج كمان مصمم المباراة، مش اي حد بيبقى مصمم مباراة، لازم يبقى عنده فنيات الفروسية عالية، وكمان فاهم يعني ايه حصان وخطواته، ويحط السدود ايه واتجاهاتها ايه. فأسئلة كتيرة جدا. يوسف محمد حسن من جمهورية مصر العربية، لا دي فارسة لسه هتشترك، مش هي اللي مشتركة، لكن طبعا يوسف محمد حسن في المسابقة. والثنائي جنتلمان، حصان اسمه جنتلمان. لو حضراتكم هتلاحظوا الارض شويه، الارض دي ايه؟ الارض دي عباره عن رمله مخصوصه، وبيتخللها او داخل معاها جيوتكستايل، يعني زي اللبات كده مخصوص، وفايبر. ده بيعمل نوع من انواع التماسك في الارض، تبقى عامله زي البساط السحري، او اسف البساط بتاع، هو فعلا سحري لانه مختلف عن الارض العاديه، لكن بساط بيبقى عامل زي المنازلات، العاب المنازلات، فتمتص الصدمه بتاعه الحصان وهو نازل على الارض. لازم ليها بتمتص الصدمة دي، حصان وزنه 500-600 يعني أوزانه بتختلف طبعا. 17 نقطة جزاء. 88-55 الزمن. فمهم جدا ازاي نعمل الأرض، وازاي تتنفس، وليها طريقه، يعني الارض دي معموله على طبقات مخصوصه. الحاجه الاهم بقى الارض دي بتتصان ازاي، دي اهم حاجه في الارض. فلسه اللي قدامنا جانا تامر جوهر من جمهوريه مصر العربيه. فالارض دي مهم قوي انها تتصان. تتصان بايه؟ بالميه، تترش 3 مرات في اليوم، بتتعمل بالجرار، شفنا الجرار وهو بيعمل بيظبط، ليها طريقه للتقليب وطريقه للتظبيط، فمهمه جدا. طيب الارض دي هتعمل ايه للحصان؟ الحصان وهو ماشي عليها مش بيحس انه بيتزحلق، الحصان رجله في مكانها، فالحصان كمان امكانياته الجسمانيه بيأدي بطريقه احسن واعلى، لانه يقدر يزق جسمه الاعلى. 4 نقاط جزاء على الثنائي. ف مهم جدا الحصان كمان يحس ان الارض اللي تحتيه مهمه، والارض دي تليق بهذه الرياضه وتنفعه فيها، عشان كده يا اما نجيله، ومش اي نوع نجيله كمان، يا اما الارض الرمليه. اغلب الاراضي دلوقتي في العالم كله بقت اراضي رمليه مخصوصه وليها ادوات للصيانه مهمه جدا. اوقات يقول لك لا احنا ما نخليش الفرسان تركب في الارض دي عشان نحافظ عليها، ده غلط. لازم الخيول تتركب في الارض علشان الارض يحصل لها دايما تبقى بتتقلب، لكن لما نقول نحافظ، التراب بينزل لتحت، الفايبر بيفضل لفوق، يجي الهواء يطير، يبقى اللي عملناه في الارض راح. فعشان كده مهم قوي ممارسه الرياضه على هذه الاراضي يوميا، والصيانه بيها يوميا. جانا تامر جوهر. السلام عليكم.
8 نقاط جزاء. أنس حجازي والجواد الخاص بي فارو أو فارو. بصوا المنظر، المنظر ده جميل جدا. اللي بقوله لحضراتكم المجهود اللي معمول في هذه الأماكن هو خلايا نحل تعمل معا لإنجاح هذه الصورة والوصول إلى المستويات العالية من كل واحد في تخصصه وكل واحد في اللي معروف عنه يقدر يعمل إيه. الموضوع مش فردي، الموضوع مع بعض الناس بتعمل وده اللي بينجح. 4 نقاط جزاء بالأرجل الخلفية يوقع العرق. هارد لك يا أنس، عرق تاني على المانع رقم 4 أو مانع رقم 5 آسف. هو زعلان، شوفوا حتى هزت راسه كده، حصان عمال لي إيه هنا برضو، فقال لا يعني الحصان كده. لكن تفتكروا الفارس ده ممكن يقول لا خلاص لا هكمل عشان أضبط الحصان، مش مشكلة المكسب، لكن أضبط الحصان بقى وأحاول أخليه يؤدي آخر 3 شدود يحسن الأداء بتاعه. هارد لك. ثمانية وعشرين نقطة جزاء. شايفين المناظر التطوير اللي بيتعمل في هذه المنطقة؟ لو حد عارف المكان ده فين وشافه قبل كده كان مختلف تماما. البحيرة دي ما كانتش بالجمال ده، كانت مختلفة تماما. المنطقة دي تطورت. سيف ياسر فكري من جمهورية مصر العربية. نشوفه بهدوء على المانع الأولاني. أربع نقاط جزاء على الثنائي. ورقم 6 برافو عليك يا سيف. هتسألوني سؤال، الفارس ده بيتمرن قد ايه؟ قد ايه في اليوم مع حصانه الواحد؟ لأنه ممكن يكون عنده أكثر من حصان. التدريب بيبقى مع الحصان تقريبا ممكن يصل إلى ساعة. الساعة دي أو ساعة ونص على حسب. بتبقى على حسب الـ 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 الفارس عايز ايه من حصان، فتدريبه بياخد ساعة تقريبا. نادين عسل من جمهورية مصر العربية. فالفارس بينظم يومه
مع السن ده مع مذاكرتهم ومدارسهم او الجامعات اللي هم فيها او اعمالهم على حسب سنهم ايه وفين، وبينظم تدريباته مع الحصان هيتركب قد ايه، هيمرن قد ايه، هيعمل ايه، مش كل يوم بينط صدود. لكن الفكره كلها في اوقات بنقول عليه شغل ارضي. يعني ايه شغل ارضي؟ يعني الحصان يتمرن كانه رايح الجيم او رايح التراك يجري، فيشغل عضلات ظهره وعضلات رقبته وعضلات يعني كل العضلات اللي هو بيستخدمها في ازاي يمشي موزون. فبنقول عليه فلات ورك، يعني ما فيهوش جامبينج، ما فيهوش قفز صدود. فبيبقى ده اغلب الاسبوع، لكن ممكن بيتخلل الايام اللي فيها التدريب بتبقى 3 ايام في الاسبوع مثلا الحصان ينط، مش كل يوم. وفي يوم بيبقى عنده راحة، أجازة، الحصان ياخد أجازة. يحصل إيه بقى في الأجازة دي؟ الحصان يطلع ويتسيب ويجري وينط في الهواء، يعمل اللي هو عايزه. ليه؟ نفسياً الحصان يحس بطبيعته، يحس إنه هو عادي، أنا ما زلت في تكويني الجسماني، ويحس بقوته وقدرته. لأن الحصان بيقعد في البوكس 24 ساعة وبيطلع ساعة في اليوم، غير كده بيطلع يتمشى ويطلع يعني. 4 نقاط جزاء، 74-38 لنادين عسل. فبشرح لحضراتكم ليه بقى؟ علشان التنظيم الجيد بيؤدي الى نتائج جيده. يوسف سعد الحمادي نادين عسل في الصداره ب4 نقاط جزاء وزمن 74-38، احسن زمن حتى الان ل4 نقاط جزاء. نشوف بقى يوسف سعد الحمادي امتناع يوسف سعد الدين الحمالي وداندي براج. اربع نقاط جزاء والثنائي ويكمل الخطوة بيدي كرباج بسيط كده للحصان. هو بيلمس الحصان، هو يعني بس بيقول له خليك معاي. ويسند على السد القائم، لكن السنده الزياده دي خليتش الحصان يلف ظهره قوي، فراح موقع المانع بالارجل الخلفيه. الحصان مهم جدا انه يلف فوق السد علشان دي الامكانيات بتاعته، دي الطريقه اللي هو بينط بيها اي حاجه. ربنا خلق الحصان انه من وسائل الدفاع عن نفسه هو الهروب، واي حاجه يلاقيها في السكه ينطها يهرب علشان ما الحيوان المفترس ما يصطادوش. الفارسه هيا اسامه البرعي من جمهورية مصر العربية، ولاريزا. نشوف بقى هيا آخر فارسات في هذه المسابقة.
الشباب حتى الآن محدش عمل بدون نقاط جزاء. هتقولوا لي طيب الديكور اللي حوالين السدود ده هوت في زرع وفي اشكال، كل ده عشان بيخلي المنظر العام للسدود جميله، وبيبقى في ناس متخصصه لهذا تعمل ديكور للسدود بتدي شكل جميل. هيا محمد أسامة البرعي، توزن، شوفوا عملت ايه، قصرت الخطوه، حست انها هتقرب قوي، راحت مقصره الخطوه، قفلت ايدها شويه، فالحصان قصر خطوته عشان يوصل مظبوط، وبتقول لحصان اهو 1 2 3 4 المانع الاخير، 4 نقاط جزاء. هارد لك هارد لك هارد لك يا هيا، يعني المانع الاخير خلاص عديتي. في المركز الثالث. شايفين الإعادة للفرسان؟ المركز الأول نادين محمد عسل وهابي رود من جمهورية مصر العربية. المركز الثاني يوسف جلال قديرة من جمهورية مصر العربية. المركز الثالث هيا محمد أسامة البرعي من جمهورية مصر العربية. المركز الرابع سليم أحمد جعفر. والمركز الخامس سيف الدين ياسر فكري. والمركز السادس جنى تامر جوهر. المركز السادس. شايفين أمام حضراتكم أدي جنى بحصانها، فانتوم زد، هارد لك يا جنى. بصوا شايفين في الإعادة بتبص حتى من جوه الحصان هيطلع، خلاص عارفة الحصان واصل مظبوط، بالذات في الثنائي والثلاثي. في كل حصان ليه شخصية، وكل حصان ليه طريقة، في حصان بيزق جامد فوق السدود ويطلع فوق السدود اعلى وبيبقى بيبين الطاقه بتاعته والقوه، وفي حصان ينط على القد، وفي حصان كسلان ينط ويوقع السدود. كل حصان ليه طريقه وليه طريقه في الاداء. شوف الحصان بيبص هنا ما طلعش كفايه الاعلى، حتى العرق التاني برضه يا دوبك عدى فوقيه. وآدي دخول الفرسان الفائزين. الفارسة نادين محمد عسل الفائزة بالمركز الأول، ويوسف جلال الفائز بالمركز الثاني من جمهورية مصر العربية الاثنين. الثالث هيا محمد أسامة البرعي. آدي نادين أمام حضراتكم، بصوا فرحانة.
لو تلاحظوا هتبصوا تلاقوا راس الحصان فين، الاثنين زي بعض بينزلوا لتحت، وده اللي بيبقى مطلوب من الحصان. يبقى في راسه عموديه من ودانه لبقه عمودي على الارض، او ينزل تحت شويه في الزاد عشان يشغل عضله الظهر. هو بيبقى مشغول بايه بقى؟ بالارطمه اللي في بقه، كانه يعني ممكن كده بياكل لبانه، لانه بالارطمه اللي في بقه دي حاجه بيقعد يلعب بيها بلسان اهو، شوف باين، وينضغ عليها اهو، شايفين الحصان باين قوي على الشاشه ومبسوط. لو هو متضايق مش هيعمل كده. والسايس اهو بيداعب حصان، بيديله سكر لانه فعلا عمل كويس. كلهم بصوا السياس كلهم يعني بيدعبوا الخيول. هيا أسامة البورعي، سيف، سليم جعفر، هتقولوا لي طب الخيل دي بتحس انها كسبت؟ اه بتحس انها كسبت. المركز السادس جنى جوهر، مروان زنطوت من ليبيا بيديها الجايزة. جنى تامر جوهر والجواد فانتوم زد. المركز الخامس سيف الدين ياسر فكري والجواد كانيكا. الدكتور محمد الشربيني بيديله الجايزة، رئيس لجنة الحكام. المركز الرابع سليم أحمد جعفر ستار بارلهوف. بتديله الجايزة، بتدي الحصان الأول الجايزة. الرائد هديل الحداد بتدي عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للفروسية. بصوا هي بتدي الحصان الجايزة لأن هي فارسة. المركز الثالث هيا محمد أسامة البرعي والجواد لاريسا. ادي هيا بص ابتسامتها وفرحتها انها فايزه بالمركز الثالث. شوف هي بتتفرج بتشوف الجايزه ايه، بتاخد تلتقط الصور. الفارس الفائز بالمركز الثاني يوسف جلال قديرة والجواد لمانتيكو. بتؤدي له الجائزة الرائد هديل الحداد. الفائز بالمركز الأول الفارسة نادين محمد عسل والجواد هابي رود. فعلا هابي رود، طريق مليء بالسعادة، وبيدي لها الجايزة أعضاء رئيس لجنة الحكام وعضو مجلس الإدارة رائد هديل الحداد ومروان زنطوط من ليبيا الحكم الدولي. والآن السلام الوطني لجمهورية مصر العربية. حاليا مع الفائزين في بطولة الشباب الدولية
ونادين محمد عسل الفائزة بالمركز الأول، والمركز الثاني يوسف جلال قديرة، المركز الثالث هي محمد أسامة البرعي، المركز الرابع سليم أحمد جعفر، الخامس سيف الدين ياسر فكري، والمركز السادس جانا تامر جوهر. تحية للفرسان الفائزين والفارسة الفائزة، فارستين فائزين في هذا الارتفاع، فائزتين برافو عليك. شوفوا ادي الجرارات هتتجهز علشان توضب الارض. ومع هذه اللقطات اعزائي المشاهدين نخرج فاصل وانتظرونا ثانيه.